بسم الله الرحمن الرحيم. أثناء الوصول المشاركة في برنامج مسير السياح الذي نظمه فريق صمود المغامرات، سعدت الآن أن ألتقي بقائد المسير اليوم الاسم الكريم عبد الله بن سليمان شكيلي. الأخ عبد الله، أريدك تعطيني نبذة عن البرنامج إذا سمحت. إن شاء الله. طبعا الآن نحن في قرية الشريقة. نعم. جعلنا بداية المسار السياحي من هذه القرية السياحية، وهناك قريتان أخريان سنمر عليهما. نعم. تكون نهاية طبعا في قرية العقب. جميل. هناك استراحة بسيطة والعودة إلى مكان البداية. لماذا اخترتم يعني هذا المسير بالذات؟ ما الذي ميزه؟ كونه هذا طبعا إحدى فعاليات صيف الجبل الأخضر والمنظم عن طريق محافظة الداخلية. ما شاء الله. في الصيف. تتميز هذه القرى بموقعها الاستراتيجي، موقعها الجميل السياحي. هذا الموقع طبعا السياحي هل تكون يعني نعمل فيها أو ننفذ فيها مسار سياحي جميل، فيها تتميز بالعديد من المزايا مثل وجود الحارات القديمة والمعالم السياحية والمدرجات القديمة، كذلك الأفلاك وبساتين الأشجار وغيره. فالسائح عندما يأتي إلى هنا يستمتع بالمرور في هذه القرى. جزاك الله خير. ما رسالتك للمشاركين؟ احنا رسالتنا اول شيء الالتزام بالتعليمات اللي هو الهدوء وعدم الازعاج، المحافظه على البيئه، عدم قطف الثمار. نعم. والتعاون فيما بيننا. جزاك الله خير، بارك الله فيك، سعيد بالحديث. الله يحفظك.